استاذ عماد اللي كان مراقب للحركه العربيه، العربيه كان فيها نشاط كبير جدا، يعني يقول مثلا شهر ورا كان في نشاط كبير جدا وتحركات كانت ملحوظه، ولكن الجانب الامريكي ازاي كان بيستعد لهذه القمه؟ احنا عربيا كنا بنستعد، انما الجانب الامريكي ازاي كان بيستعد لهذه القمه؟ الجانب الامريكي كان عنده مشكله كبيره جدا مره اخرى تتمثل في انه اللقاءات التي رفعها بايدن اثناء حملته الانتخابيه والشعارات، وعنده كمان حاجه مهمه اسمها الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي. الجناح ده اللي هو بيركز دايما على حقوق الانسان وعلى الحريات وان المنطقه العربيه دي ما فيش امل فيها وبتاع. ففجاه جت الحرب، تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه، فاضطرت المصالح هي التي تعلو. فكان هناك مشكله كبيره طول الوقت، كيف ينزل السيد بايدن من فوق الشجره العاليه التي صعد اليها. لحد لو حضرتك تتذكر او نذكر الساده المشاهدين، لحد شهر كان هناك جدل بشان هل القمه تعقد ولا لا؟ هل بايدن هيزور السعوديه ولا لا؟ طب هيزور السعوديه هيقعد مع مين؟ طب القمه هتبقى مين؟ طب هيصافح مين؟ والمصافحه ازاي؟ فيها جدل لانه بيعكس التخبط اللي كان موجود، لانه كانت هناك تمنيات او لغه غير سياسيه انتهت المصالح، خلت الدنيا الناس كلها تنزل الى ارض الواقع. فبالتالي الجانب الامريكي الجدل الشديد جدا، انت بدات عرضت العنوان بتاع لوفي جارو الخاص على ركبتيه، هو استوقفني الحقيقه. عايز اقول لحضرتك يعني هذا العنوان تكرر بنفس الصيغه مع تغير في الكلمات في اكثر من جريده مهمه جدا بما فيها هارتس الاسرائيليه، كلهم بيتكلموا عاد جاسيا على ركبتيه، جاء يعني راكعا، ان هو لانه الراجل عمال يقول لك، الناس كثيره في الصحافه الامريكيه بتقول له انت خنت كل اللي قلته. فبالتالي كان في ارتباك لحد ما هو اخر حاجه من ثلاث ايام قبل ان ياتي الى المنطقه بيومين، كتب مقالا مهما في الواشنطن بوست، لماذا ازور المنطقه؟ ولماذا ازور السعوديه؟ ايوه. وكان فيها جمله مهمه للامانه، لماذا انا ذاهب الى السعوديه؟ بالضبط. الجمله بتقول ايه؟ من اجل المصالح الامريكيه العليا، وهذه يعني اجابه تحترمها، لانه الراجل المصالح بتاعت بلده هي اللي حتمت عليه انه يجي، وده شيء مهم وكويس. نعم. ماشي. فحسم الامر يعني مرة تانية رتبوا لهذه الزياره، وذكر حضرتك العديد من المسؤولين الامريكيين منهم جيك سوليفان اللي هو مستشار الامن القومي، وانتوني بلينكن وزير الخارجيه، جم زاروا المنطقه اكثر من مره وقعدوا واتكلموا وهنعمل ايه وهنسوي ايه، لحد ما وصلوا الى الصيغه التي تمت بالامس. وانا شايف ان هي للامانه صيغه تلبي مصالح الولايات المتحدة، لكنها تحقق أيضا جزء مهم من المصالح العربية. يعني للمرة الأولى في العلاقات العربية الأمريكية أن العرب إلى حد ما يفرضوا شروطهم، أن العرب تبقى ليهم كلمة مسموعة، أن العرب يبتدوا يقولوا زي ما أنتوا يا أمريكان لكم مصالح ونحن نحترمها، إحنا لينا مصالح. أظن قمة النهاردة سوف تؤدي إلى يعني إصلاح الميزان العلاقة المختل اللي هو قائم على افتراضات نظرية. وظني الشخصي أنه إذا أحسن القادة العرب ترتيب أوراقهم سوف يخرجون بنتائج جيدة من هذه القمة.